السلام عليكم، معكم الزيتوني عزيز الكاتب الإقليمي بعمالة المحمدية اتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. هذه الأيام، حوالي 3 أيام في هذا الأسبوع، هذا تفاجئنا بأن التيست ديال الكورونا اللي كان في ملعب البشير تحول للقاعة المغطاة كيف كتشوفوا في دار الشباب بني خلدون. والغريب في الأمر وما كتعرفوا بأن هنا كاينه محطة ديال الطاكسيات اللي فيها أكثر من 30 طاكسي وواحد العدد ديال الركاب اللي كياخذوا هاد الوسيله ديال النقل اتجاه المنصوريه واتجاه ميموزا والنواحي، وكاين عدد كثير ديال الناس صراحه. فالمشكل اللي ضر بينا حنا بغض النظر على كمهنيين كمواطنين، بان هاد المركز اللي ولا كيدار فيه الطيس ديال كورونا كيجيو ليه الناس اللي مراد ماشي اللي صحاح، ان الانسان دابا اللي كيجي يدير الطيس الا هو مريض، والحالات اللي شفنا خلال هاد 3 ايام او 4 ايام، وان الناس كيجيو في واحد الحاله خطيره وكيجيو كيبقاو ناعسين هنا عندنا في المحطه. وكاين 2 حالات اليوم اللي جات سياره الاسعاف ونقلاتهم المستعجلات لانهم كانوا في واحد الحاله، يعني حاله خطيره، ما بقى عندهم لا تنفس لا والو. الغريب في الامر هو ان الجهات المسؤوله على هاد التيست ديال كورونا ما خدوش بعين الاعتبار انهم يعقموا وانهم ينظفوا وانهم يديروا بحساب الناس اللي صحاح، ومن اللي غادي تجي دير التيست هنا بالناس اللي مرض راه بالطريقه باش غادي تنقل العدوى سهله، لان غيولي اختلاط، كاينين الناس كيركبوا، كاينين المهنيين. اذا الا كنا حنا باغيين فعلا نقصوا من هاد نحدوا من هاد الانتشار ديال هاد الوباء، راه ماشي بهذه الطريقه، هذا راه ماشي الغرض هو انني ندير لك التيست، راه الغرض هو انك انت خاصني نحاول كيفاش انني نحميك. راه الا جا واحد مريض وغيعادي واحد صحيح، اذا راه غادا تضوبل هاد العدد ديال المصابين. اذا اتصلنا بالسيد الباشا جزاه الله خيرا، وضحنا ليه بان راه المشكل راه غادي يزيد يكبر، راه كيجيو الناس في حاله خطيره وكتنقل العدوى للمهنيين. راه المهنيين الصباح راه هودوا تلتحت، كاين اللي ما خدمش، كاين اللي وقف السياره ديالو كيقلب على محطه اخرى، لانه قال لك انا ما نقدرش انا نخدم في هاد الوضع هذا. السيد الباشا صراحة اللي عطانا وعد انه راه ابتداء من اليوم مع 10 ديال العشية ديال الليل عفوا غادي يجيو الناس ديال الانعاش الوطني اللي كيعقموا، غادي يديروا التعقيم، ويجيو الناس ديال النظافة. انا انتم كتشوفوا بان راه هذا الشيء اللي شفتوا دابا، رغم ان كان العساس ديال هاد القاعة شطاب وحاول انه ينقص شوية، وها انتم كتشوفوا راه اللي كيشرب شي عصير ولا كياكل شي كيكة كيخلي النفايات هنايا مليوحين هنا، ما كاينينش حتى الطوارو، انتم كتشوفوا حتى الطوارو ديال النفايات ما كاينينش للاسف. اذا اللي كنا غنديروا شي حاجه نديروها متقونه، نجيبوا الطوارو هنا، نجيبوا المعقم، النظافه راه كيساليو مع الوحده ولا مع الجوج، راه خاص هذيك الساعه تبدا النظافه، ماشي حتى تدي العدوى عاد باش نبداو نقلبوا على الاسباب ولا خاصنا ننظفوا، لا. على العموم رساله كما السيد الباشا وعدنا، وكنشكروا من هذا المنبر على التواصل ديالو وعلى ايجاد الحلول. نزيدوا الرساله ديالنا للناس اللي مسؤوله، لجنه اليقظه واللجنه التقنيه، الناس اللي كيسهروا على الحد من انتشار هذا الوباء، على انهم ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، ياخذوا الناس صحاح بعين الاعتبار. راه اسباب ديال تفاقم هاد الحالات راه هما هاد التهاون ديال هاد النظافه وديال هاد التعقيم وديال بزاف ديال الحوايج اللي هما بساط، ولكن راه هما كيكونوا هما السبب في كثره انتشار هذا الوباء.